كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. والشكر موصول للجمعية الصحفية اللي الجمعية المغربية للصحافة الرياضية على التكريم أمس، فهذا التكريم هذا زادتنا حماس، تكريم اعترافا نولد مدينة، فأنا مشكور لكم كثير. وفي الحقيقة كنت في أمس الحاجة نتلاقى باش نهدي الوجوه الرياضية اللي في الحقيقة عطت الكثير من الرياضة المغربية وخصوصا الترجوية، وما حضرش الشرف باش تكون في منصة التتويج. الحمد لله اليوم ابنكم وخاكم اللي بالمجهودات ديال جميع الفعاليات الرياضية، بالمجهودات ديال المكسب المسير، بالمجهودات ديال الجمهور العظيم، وبالمجهودات ديال الصحافة الرياضية، استطعنا باش نحقق حلم ناد مدينة اللي كانت في الحقيقة كتستاهل أكثر من لقب، وكتستاهل أكثر ماشي لقب واحد، ألقاب. ولما لا هي تهي تلعب في تشامبيونز ليغ، لأن مدينة طنجة فهي مأهلة بس تلعب في تشامبيونز ليغ وتلعب كأس كل الكؤوس اللي موجودة إن شاء الله رب العالمين.